ودلوقتي هنعمل معاكم في السريع سلطه، بس سلطه كتير جدا خالص مفيده. طيب السلطه دي غنيه بالحديد وبالبروتين، سلطه رائعه رائعه رائعه. اي حد عنده نقص فيتامينات بالذات في الحديد، السلطه دي كتير مفيده وان شاء الله هتنبسطوا عليها جدا طعما ومكونات. علشان نعمل السلطه دي عايزين ربع كوب من الكينوا، ربع كوب عدس مسلوق طبعا، والكينوا كمان مسلوقه، وعايزين ربع كوب حمص مسلوق، عايزين يا طماطمايه يا تشيري توميتو زي ما انتوا عايزين، 2 كوب جرجير، 2 بصل اخضر، 2 بيض مسلوق، ربع كوب رمان، ربع كوب عين جمل. عين جمل فيه فوائد عاليه جدا جدا جدا. الصلصه عباره عن 2 فص ثوم، 2 معلقه صغيره عسل، ربع كوب خل بلسمك، ربع كوب زيت زيتون، و4 معالق كبيره ليمون. احنا تقريبا عندنا كل حاجه جاهزه الا حاجات بسيطه بس هي اللي عايزين نقطعها. وبما ان المنتج نهائي يبقى لازم نلبس جلافز، يعني دايما في التعليم بتاع الاصول بتاعه الطبخ وكده، ممكن طول ما احنا بنشتغل في منتج مش نهائي يعني مش هيتقدم نهائي ممكن ما تستعملوش الجلافز، بس لو المنتج نهائي لازم نستعمل الجلافز. فاحنا السلطه عندنا هنا منتج هيتقدم فورا يعني مش هيتعرض للنار ولا حاجه، فدايما يفضل ان احنا نلبس الجلافز. طيب هنقطع الجرجير وهنقطعه صغير مش كبير، نحطه هنا، هنقطع واحدة برضو من الطماطم اللي عندنا. عندنا بقى بقية الحاجة كلها جاهزة، عندنا هنحط الحمص، العدس، الكينوا، الرمان، وهنحط البصل الأخضر، هناخد دلوقتي التوبينج اللي عندنا. أول حاجة خلينا نقطع البيض كمان علشان نخلص من التقطيع كله، ممكن نقطعها بالطول. تمام كده. نعمل بقى دلوقتي الدريسنج بتاعنا. الدريسنج بتاعنا عبارة عن العسل، معلقة عسل، وهنحط له الثوم، بلسامك فينيجر،
زيت زيتون وليمون وطبعا ملح. طبعا قبل التقديم على طول بنقدم بنحط الدريسنج بتاعنا